الدولية وكانت الجمعية تخصصت الجلسة للبحث في قضية القضية. والدول الصغيرة والدول الكبيرة واجتمع الجميع في جولة رسمية. وكانت الجمعية قد خصصت الجلسة للبحث في قضية القضية. وخطب الأمين العام مكان السلام وبحث الأعضاء الموضوع وطرح المشروع. عدالة القضية حرية الشعوب كرامة الإنسان وسرعة الحقوق كفوا إطلاق النار إنهاء النزاع. المصير المرضيان البث في المشاكل المعلقة الإدماع. وصرحت مصادر الموثوقة نقلا عن المراجع المطلعة ودرست الهيئة وارتأت الهيئة وقررت الهيئة إرسال مفعول. وصرح المفعول بأنه مفعول من قبل المصادر وأن حلا ما في طريق الحل. Thank you.